السلام عليكم خوتي، نكملوا الفيديو تاعنا. نكملوا الفيديو تاعنا اللي فات بالنسبة للجزائريين اللي جيو لكوريا، وشنهم الحوايج اللي يخلوك اللي يساعدوك باش تدخل في المطار. قبل ما نبداو الفيديو، زي ابونيونا الى اول مره تشوف لاشين هذه، دير ابوني وفعل الجرس هذاك. بالنسبه للجزائريين اللي عندهم الجنسيه الجزائريه، الدوسي حكينا عليه من قبل في الفيديو الاولين، تقدروا تشوفوهم. بالنسبه للجزائريين اللي عندهم اقامه في في في, في اوروبا ولا في امريكا ولا غير اقامه برك، هذوك كيف كما الجزائريين اللي مقيمين في الجزائر، هذوك يروحوا يبلايو نورمال فيزا. بالنسبه للجزائريين اللي عندهم جنسيه اوروبيه ولا جنسيه كنديه ولا امريكيه، هذوك ما يحتاجوش فيزا اصلا، يدخلوا لكوريا بلا فيزا، يعطوا لهم فيزا في المطار كي يجوا لهنا، غير بيبرك ويجي. كاين واحد من المتابعين سقساني على اللاج، الله اعلم ما يهمش، على حسب ما نعرف انه السن ما يهمش، السن الواحد اللي يجي لهنا عادي، اي واحد ما يهمش سنك يعني. المهم قبل ما تهبط في المطار كي تكون في الافيون رايحين يقولوا لك عمرنا واحد ثلاث اوراق، كاين واحد ثلاث اوراق لازم تعمرهم. بطاقه الوصول هي الاولى، واحد الورقه هكا معها طويله شويه، تجي شغل طويله. والحاجه الثالثه البطاقه تاع طبيب، اسك مريض ماشي مريض، هذيك البطاقه تاع طبيب وبطاقه الوصول لازم تعمرهم، هذوك ضروريين بزاف. على خاصة بطاقة تاع طبيب، إلا عندك ما عندك مرض ولا قول لهم ماني مريض، عندي كذا مثلا، عندي هذه، باسكو لو كانوا يتشيكيو ويلقاوك باللي مريض رايحين يخبطوك ببروسي يقدر يوصل حتى ل 10000 دولار. إذا لقاوك مريض وما بلغتش أنك مريض، يعني لازم تبلغ. وأول حاجة كي تهبط من المطار راك قبل ما تفوت ليميغراسيون راك راح تلقى فحص، يفحصوك الحمى تاعك حرارة، يديروك تيست هكا يشوفوا لا مريض ولا لا. كاينه ثاني نقطه حبيت نهضر عليها، هي الناس تقول لك روح على شري بيه من الجزائر ومن بعد روح لماليزيا ومن بعد ماليزيا دخل على جيجو ومن بعد من جيجو ادخل لكوريا. تبان لي هذه ما كاش منها، انا ما حاجه كيما هذه ما تباليش بها تساعدك، باسكو علاه الحاجه الاولى داروها بزاف ناس، وشغل كيما يقولوا قالب هذا باين، الناس كاع يعرفوه، حتى هذوك تاع المطار عارفين يعني بلي الناس بزاف تروح الطريق هذه، طريق اندونيسيا كوريا ولا اندونيسيا ولا ماليزيا كوريا، الطريق هذه راهي يعني معروفه عندهم، باين باللي باين شغل راك دير في القالب، فهمتني، باين باللي قالب هذه طريق بزاف اللي يقولوا ديرها، بصح انا صراحه رايي ماشي حاجه اللي تاع راح تنفعك ولا كاينه حاجه تنفعك، هي كي تكون خارج ديجا مقبل، خارج سياحه مثلا، رايح لتونس، رايح للامارات، عندك فيزا تاع سياحيه في بلدان مقبل زرتهم، تجي داخل الكوريا لهنا، هذيك حاجه تفيدك تعاونك، يعني تعاونك كانك راك جاي سائح، يكونوا عندك فيزات مقبل قدم، ماشي راك جاي ديجا راك داير قاع الدنيا باش داخل كوريا، يكون عندك فيزات مقبل. انا ثاني كي دخلت لهنا اول حاجه شفت لي فيزا، المراه هذيك اللي كانت تخدم تما شفت لي، قلبت الباسبور شفت لي فيزا، قالت بلي عندي لي فيزا، وانا صح كنت خارج مقبل، عندي تقريبا 10 فيزات ما بين اقامه في ماليزيا وشويه فيزات سياحيه، كاين فيزات سياحيه، يعني كانت عندي تقريبا 10 فيزات، هما اللي ساعدوني باش ندخل يعني يعاونوني. حاجه مهمه ثاني تعاونك بزاف باش تدخل لهنا هي اللغه الانجليزيه. بالنسبه للناس اللي يهضروا فرنسي يهضروا غير فرنسي ولا يهضروا غير عربيه، يعني ممكن يصير لكم شويه عراقيل. الانجليزيه في اسيا كامل يهضروا لغه ثانيه انجليزيه، يعني الاغلبيه يهضروا لغه ثانيه، خاصه هنا في كوريا يهضروا اللغه الثانيه الانجليزيه، يعني اذا كنت تحكي انجليزيه راح تعاونك بزاف في المطار، يعني اللي حبسوك وسقساوك راح تعاونك بزاف. هذا في ما حالت في يعني هذا فيما اذا حبسوك، يعني اذا حبسوك وقالوا لك وراك رايح. الحجز الفندقي المؤكد، دير ريزيرفاسيون دوتيل كونفيرمي، هذه لازم ديرها، لازم كونفيرمي، لازم يكون كونفيرمي، ماشي اي ريزيرفاسيون دوتيل، لازم يكون كونفيرمي، باسكو يتشيكيو بزاف على هذا. برنامج سياحي، بروغرام دو فواياج، برنامج سياحي تاعك باش يعرفوا انت وين راك رايح، واش من البلاصه راك رايح، البلاصه هذه كل نهار وين تروح، قول لهم كل نهار وراك ماشي. في برنامج سياحي في ورقه جيبها معك تعاونك، وهذاك البرنامج السياحي الاحسن تكون انت راك حافظ البلايص هذوك، الاحسن تكون راك حافظهم باش كي يسقسوك تقول لهم هاوريك بروغرام دو فواياج تاعي، يعطيه لهم وراني رايح البلاصه هذه، هما يعني باش يطمئنوا بلي انت صح راك جاي سائح هنا. بالنسبه للدراهم قليل يسقسوك على الدراهم، شحال راك جايب معك،
بصح الاحسن انك كي تجي لهنا تجيب معك 1000 اورو تقريبا, وتكون المده تاع البي تاعك ما فيهاش بزاف الي روتور مثلا غير سمانه برك, هذا ما كان تولي على سمانه ولا تولي على 10 ايام, ولا تجيب معك 1000 اورو. 1000 اورو يعني مبلغ يكفي. بصح الدراهم راه قليل ونسقسوا عليه, يعني الاغلبيه ما يسقسوهمش على الفلوس قد ما يسقسوا على البرنامج السياحي وال وريزيرفاسيون دوتيل. هذو الحوايج يسقسوا عليهم بزاف, يعني اذا حبسوك راح يسقسوا. الحوايج هذو اللي ذكرتهم لك قاعد تجيبهم معك باش يساعدوك في الدخله. بصح ما هكذاك تبقى الدخله مكتوب, يعني كل واحد مكتوب, وكاين اللي يجيب صوالح هذو كاع ويرجعوه ما يقنعهمش بلي هو سائح يرجعوه, وكاين اللي ما يجيب والو, كاين اللي داخل نقهنقه داخل برك هكذاك والله ما جايب حاجه معاه وفات ودخل نورمال عادي وكاشاو له. ما نحكي لكم انا على التجربه تاعي, انا دخلت في عادي, كان يوم عطله هنا في كوريا, دخلت نورمال عادي, دخلت هكا وقفت في الاخر, فتحت الباسبور تاعي شافت قالت لي خارج ديجا من قبل. انا اصلا كنت نخرج نحوس صافي ماشي شحال خطره نخرج نمشي, كاشات لي نورمال, دخلت شافت هكا باسبور كاشات لي دخلت عادي واحد ما هضر معايا. بصح ديفو الموظف هذاك تاع الايميغراسيون ما تقنعوش هذاك اللي في الجيشي, يدخلك لواحد واحد الشومبره هكا, دخلك الشومبره ويسقسيوك لي كاستيون انت وراك رايح واش جيت دير, وسقسو واحد لي كاستيون هكذا شحال جبت دراهم معاك, يقدروا يسقسوك على كوريا بار اكزومبل, يقولوا لك البلاد يقول لك كوريا شحال فيها من نسامه, يقدروا يسقسوك اي سؤال يعني اي حاجه, سؤال اسئله خاصه بكوريا, يعني انت مادام راك جاي سائح لهنا صافي لازم تعرف شويه على البلاد. وكما قلت لكم تبقى الدخله مكتوب لكوريا ماشي انت وزهرك, يعني فيها شويه حظ. وشنو هاد الحوايج اللي قلت لكم جيبوهم معكم ولا اللي قلت لك جيبوهم معك راهم يفيدوك يعاونوك يعني يقويوك باش تدخل. كاين حاجه اسمها الضامن, واحد يضمن فيك كوري يضمن فيك, اذا كان كنت تعرف كوري صديق ليك تعرفه وهو قال لهم هذا الانسان راه جاي لعندي, هذه ثاني تعاونك بزاف باش تدخل, هذه تعاونك بزاف, يعني هذا الكوري هما يثقوا في بعضهم بزاف, الكوري هذا يضمن فيك راك راه جاي لعنده عادي يعني تدخل بكل سهوله. كاين حاجه حبيت نحذركم منها, كاين الناس يقول لك تلقى مثلا واحد عربي ولا مانيش عارف يكون اي واحد هكذا يقول لك مثلا انا نجيب لك ضامن, نجيب لك واحد كوري وتخلصني, هذه غير ما ديرهاش, هذه غير ما ديرهاش باسكو فيها بزاف نصابين, غير اختك ما ديرهاش اصلا, ما ديرهاش, اروح سي زهرك ولا هذيك ضامن وتخلص عليه دراهم ومن بعد ما نعرف الا تدخل لا باسكو الكوري لازم تكون تعرفه انت, لازم انت تكون تعرفه صديق ليك هو يقول لهم جاي لعندي, هذيك راح تساعدك, هذه اسمها الضامن, واحد يضمن فيك. كاينه حاجه ثاني اللبسه تساعدك بزاف المظهر تاعك, تجي لازم تجي سائح ماشي انت يا جاي طالق كاع روحك ومانيش عارف انا يا كي تجي روح سائح, روح البس مليح, البس بيان ستيكي شويه روحك فاهم كيف, هذه جا الناس هذو يحبوا المظهر, يحبوا بزاف المظاهر, تسمى البس مليح مجيش بالكلاكات وطالق كاع روحك. وبالك تجيب معاك اللبسه تاع الخدمه, ودي كاين ناس يجي لهنايا باش يجيب شي يخدم ولا يسترزق ولا يروح يجيب معاه لبسه تاع الخدمه, كي يقلبوا في الباجاج يلقاو السيد راه جايب معاه قش تاع الخدمه. الوغ هذه ما ديرهاش, هذه غير ما كان لا باسكو يرجعوك ديريكت يا شاطر. بون ان شاء الله كي تفوت من المطار ان شاء الله ما يحبسوكش, نتمنوا انه ما يحبسو حتى واحد يسقسوه, بصح الا حبسوك هذ الحوايج راح يعاونوك. بعد ما تفوت من المطار تخرج لبرا, بعد ما تفوت من المطار وتخرج لبرا راك راح تلقى الصرافه تما الاكسشانج تما, ما تصرفش في المطار باسكو تصرفت على المطار راه يكون غالي عليك بزاف, انت ما تعرفش البلاد وجاي هكذا ما تصرفش في المطار هذاك, خلي حتى توصل لكاش مدينه وصرف من البنكه ولا صرف من الاكسشانج تاع برا خير من تاع المطار, تاع المطار راحني خص راح تصرفه غالي بزاف ما تخرجش فيه, صرف ديما من برا تاع المطار, صرف في المطار صرف قيس ترونسبور برك هذا ما كان صرف غير قيس بالك واحد 20 اورو 30 اورو قيس ترونسبور ما تصرفش بزاف, 20 اورو صرفها قيس ما توصل لوتيل تاعك. غير ما تخرج ثاني غير ما تخرج من الخرجه تاع المطار تلقى لي بيس قدامك, كاين لي بيس بلي نيميرو, تلقى واحد الكيوسك هكذا تشري منه التيكي تاعك وتروح تركب في البيس اللي حبيت في البلاصه اللي راك حابها في المدينه اللي راك حابها, والاحسن تكون ايتيوان لانه يعني ايتيوان تلقى فيها العرب, تلقى فيها ناس يهضروا العربيه يفهموك واش دير واش ما ديرش. ثاني كاين ترام ثم قدام المطار, تحب تركب في التران ثاني كاين, ولا راك حاب تعرف كيفاش تركب في التران راه كاين فيديو عندي في لاشين يوتيوب تقدر تشوف كيفاش تطلع في التران, دخل لاشين يوتيوب تاعي تلقى الفيديو,
تدخل لاشين يوتيوب تلقى الفيديو وتفرج كيفاش تركب في الترام، تفرج كيف الطريقه كيفاش تطلع في الترام، باسكو على بالي واحد كيجي من البلاد لهنا ولا ما يعرفش العقليه هناك كيفاش دايره. ان شاء الله هذا الفيديو ثلاثه الاخرين يكونوا فادوكم، كيفاش تجي لكوريا بارخص ثمن، وشنو هم الحوايج اللي يحبسوك عليهم في المطار، وشنو هم الحوايج اللي يجيبهم معاك ولا الاشياء اللي يجيبها معاك يساعدوك في الدخول. الفيديو هذا يتروى فيديو هذا، ان شاء الله نكون درت كل حاجه على المطار تاع كوريا. تبقى غير اشتراكاتكم في لاشين يوتيوب، بارطاجيونا الفيديو هذا ماكسيموم، جام ما تنساش جام تاعكم تفيدني، انا جام نشوف الجام بزاف ديسلايك هذيك جامي نشوف فيها، ما تهمنيش كاع، تهمني جام تاعكم، وبارطاجيونا الفيديو هذا ماكسيموم، واللي خاوتي اللي ما راش مابوني واللي ما راش مابوني في لاشين يدير ابوني، يابوني معنا باش نكبروا لا فامي ونكبروا العائله ان شاء الله. وخلوا لي كومونتير كش واحد حاب يسقسيني حاجه ولا خلي لي كومونتير، باش المره الجايه ان شاء الله ندير لكم ان لايف سبيسيال كش ما نسيت حاجه على المطار ولا كش حاجه، نحكيو على نديرو ان لايف نحكيو سبيسيال سوجي هذا تاع المطار. هكا خوتي تهلاو في روحتكم، اي سلام.